هو النادي الاهلي ما كانش معترض او ما عندوش اي مشكله في السابق يعني، واتقالت تصريحات على لسان بعض مسؤولي النادي الاهلي، ده بعض البعض بيقول هذا الكلام يعني، اتقالت تصريحات على لسان بعض من المسؤولين في النادي الاهلي ان ما عندهمش مشكله ان الدوري يخلص، ده قبل كده يعني، ان الدوري يخلص بعد كاس الامم الافريقيه. يا جماعه اللي بيقول الكلام ده يجيب لي تصريح واحد لمسؤول في النادي الاهلي بيقول هذا الكلام، تصريح واحد. احنا حتى هنا في ملعب الاهلي لما كنا بنيجي نسال، كنا بنسال لما كان معايا الحاج عامر حسين من حوالي شهر، قلت له الدوري هيخلص قبل ولا بعد؟ مجرد سؤال، الدوري هيخلص قبل ولا بعد؟ مسؤول واحد في النادي الاهلي طلع قال اي حاجه من هذا الكلام اللي بيتقال. خلي بال حضراتكم، الناس اللي بتقول لكم الكلام ده بتقوله لكم عشان توديكم في سكه ان النادي الاهلي بيعمل كده علشان يبوظ الدوري. انا بجيبها لكم اهو بمنتهى البساطه وبمنتهى الوضوح. يبوظ الدوري ليه؟ يبوظ الدوري ليه؟ انا عندي ماتشين اكسبهم وابقى بطل الدوري، ابوظ الدوري؟ يا نهار ابيض يا جماعه، والله انا من امبارح للنهارده بسمع كلام غريب جدا 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 جدا. النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي من 1907 لغايه دلوقتي هياخد قرارات زي اللي اتخذت امبارح علشان ما يلعبش بيراميدز بعبد الله السعيد وخربين. والله العظيم دي حاجه تضحك، وانا مش عارف اقول ايه يعني، انا ما عنديش حاجه اقولها. إن اللي بيفكر هذا التفكير من حقه إن هو يفكر بهذا الشكل، ولكن بعيد قوي يا جماعة التفكير ده، بعيد قوي عن الحقيقة، بعيد قوي عن الكلام اللي احنا عارفينه عن النادي الأهلي، بعيد قوي عن اسم النادي الأهلي. هو مش النادي الأهلي ده اللي مشى عبد الله السعيد؟ ولا ده حد تاني، ولا نادي تاني اللي مشى عبد الله السعيد؟ بالعقل يعني. عبد الله السعيد لعيب جامد جدا ومؤثر جدا وكل حاجة، ولكن النادي الاهلي بيلعب مع لعيبه جامدين جدا في كل الانديه اللي بتلعب ضد او المنافسين للنادي الاهلي. الكلام ده ما ينفعش يتقال لمجرد ان هو اللي بيقوله يعني بيقوله لمجرد ان هو عايز يودي الجمهور في سكه ان يا جماعه النادي الاهلي بيفكر تفكير علشان الخمس قرارات اللي خدهم دول بيعملهم علشان يلعب بيراميدز من غير عبد الله وخربين. يعني مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه الحقيقه. كل القضايا اللي بنتكلم فيها